ما هو الجديد في ملف رحيل النجم المغربي أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان في الصيف القادم؟ بنسبة 100% خبر مؤكد بأن حكيمي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان نظرا لعدة عوامل قلتها لحضراتكم في حلقات سابقة، لكن ماذا قالت صحيفة الميرور عن رغبة جوارديولا في استقدام حكيمي إلى ملعب الاتحاد؟ طبعا رغبة حكيمي في الرحيل عن باريس سان جيرمان تجعل العديد من عمالقة أوروبا ترغب في استقدام النجم المغربي أفضل باك يمين في العالم يا سادة أشرف حكيمي. وإليكم تفاصيل الخبر التي فجرتها صحيفة الميرور عن رغبة جوارديولا في قدوم حكيمي إلى ملعب الاتحاد. صحيفة الميرور أكدت أن جوارديولا يرغب بقوة في استقدام حكيمي إلى ملعب الاتحاد، وقالت الصحيفة أن السيتي مستعد لدفع مبلغ يفوق 100 مليون يورو لإقناع باريس بالتخلي عن حكيمي تلبية لرغبة جوارديولا. جوارديولا أيضا في تصريحات سابقة كان أدلى بها لصحيفة الديلي ميل البريطانية منذ قرابة أسبوعين عن أشرف حكيمي بتصريحات قوية ونارية، وأكد جوارديولا عن دخول السيتي سباق التعاقد لضم حكيمي في الصيف القادم. وأشاد بيب جوارديولا المدرب الكبير جدا لمانشستر سيتي بحكيمي قائلا: حكيمي لاعب من طراز فريد، أتمنى تواجده معنا في الموسم المقبل. لكن اعترف جوارديولا أن الأمر لن يكون سهلا لأن باريس لن تتخلى عن لاعب بقدرات حكيمي بمنتهى السهولة. في نهاية الحلقة أتمنى أن حكيمي يرحل من باريس، وشخصيا أتمنى ذهابه إلى مانشستر سيتي، لأني دايما بقولها لحضراتكم، حكيمي تحت قيادة بيب جوارديولا سيكون ناري أكتر كمان من فترته مع إنتر ميلان.